بروفايلري اسمها البروفايلري دي بتعمل ايه؟ اسمها ممبرشيب فانكشن. لو البوينتس بتنتمي لايه احط كام؟ واحد xi a of x equals 1 for all x belongs to a in mathematics equals 0 for all x not belongs to a. ازاي الكلام ده؟ ما احنا اتفقنا ان الفيت او النبضات الكهربيه اللي هي الاصفار والايه؟ صفر او واحد، 0 or 1 دي النبضه الكهربيه. طيب ازاي الكلام ده هيتحول؟ عايز استخدم الممبر شيب فانكشن دي رياضه. اتحولت ازاي عشان اعمل بها تشكيل؟ عشان اعمل بها كود؟ عشان اعمل بها للبال. Let U is the inverse set equals A, B, C, D, E. And A equals A, B, D. And the set B equals A, D. Says. لغة الرياضيات اسمها says. Intersection union different. لغة الكمبيوتر data اللي هي الانبوتس صح؟ الداتا بتاعتك الانبوتس دي بلغة الماثماتكس says. Convert bit خلي بالك into 0 and 1. انا عايز اعمل لها حاجه انكود. انكود بقى اللي احنا قلنا عليه الكود اللي فات كان ارقام الجداول التيبل الاوكتا والهكسا والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه الديسمال سيستم الباينري سيستم. انكود اكزاي اي ها وات ذا ممبر شيب فانكشن اوف اي بي يو فاي A intersection B, A union B, A difference B, A complement. كل دي رياضة لحد دلوقتي بس عايز احولها لايه؟ اصفار وايه؟ عايز احولها لايه يا اولاد؟ الزيروز بقى لغة الكمبيوتر او الماشين لانجوج او الاصفار والوحايد او تشفير الكود اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت بس لمجموعه البيانات. What is the membership function for all U? What is the membership function how many elements in the set U? 1, 2, 3, 4, 5. What is the membership function or the characteristic function? 1, 1, 1, 1. كم 1؟ أنا يعني كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها واحد. كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها إيه؟ كل العناصر اللي في الفاي الفاي هتبقى عكسها كام؟ ها؟ 0 0 0 1 5 طيب نوت سيت او ايمتس سيت اللي هي فاضيه 0 ما في 0 في ايه؟ اكبر حاجه يونيفرسال سيت ده ممبر شيب فانكشن اور ذا كاركترستيك فانكشن for the data U, universal data of U. What is the membership function of A? If the element belongs to A, put 1. أحط إيه؟ واحد. لو هو ما بينتميش، أحط 1, 2, 3, 4. الـ A فيها مين؟ Small A, small B, small D. من فوق small a small b small d all zeros. فهمت دي؟ اللي ما فهمش يقول لي. يعني لما بينتمي
لو خارج الكبير عناصر الـ AB الداتا بتاع الـ A ABC ABD A B A B صح؟ خليكم معايا A B 1 C 0 D 1 0 انتوا كان في خطأ هنا طيب what the membership function of the seat B or the data B دي كلها الانبوتس بتاعتك او الداتا بتاعتك داتا معايا وتحولت لصفر وايه؟ وواحد 1 2 3 4 5 طب الدي واحد الدي واحد زيرو البي بصفر زيرو السي بصفر واحد الدي بواحد زيرو صح كده؟ معايا ولا ايه؟ كده مظبوط؟ طيب What is the intersection? A intersection B اللي هي مين؟ يبقى ايه الوحيدة اللي هتبقى ايه؟ الواحد اللي هيبقى اصفار روم 1 2 3 4 5 A 1 0 0 0 A intersection B هتحلوا اللي باقي ليه؟ X Y and Z are input data are input data يبقى انا هفرض عليهم from A this X, Y and Z input data then and the Boolean algebra Boolean algebra Boolean expression نشرحها بمثال The Boolean expression and the Boolean expression B, Boolean expression X, Y, Z, they are called the input set. The B of X, Y, Z is output. The output is the information. دي اول محاضره الاوت بوت اللي هي الايه الانفورميشن ايكوالز اكس واي زد بلس اكس داش كومبلمنت اكس كومبلمنت واي زد بلس اكس داش واي داش زد داش This expression is called the boolean boolean variable for Boolean algebra. Input, output. لسه ما فهمناش بقى ازاي هنحولها compared. What is the input, what is the output of Boolean algebra? Or اقول لك مثلا design ايه بقى المطلوب هنا؟ عايز اصمم ايه؟ دائرة منطقية logic gate يبقى design logic gate معايا ولا شباب انا عايز اعمل ايه بوابة منطقية وعايز اعمل جدول منطقي وفي الاخر احول اللوجيك جيتس دي لدايرة كهرباء من الرياضيات لدايرة الكهرباء In set theory, X intersection Y, X union Y, X complement. Union X intersection leads to الصمام الصمام ده قلنا اسمه ايه؟ اند والصمام ده اسمه ايه؟ اور والصمام ده اسمه قلنا الكلام ده اند اور دي انبوتس ده الداتا بتاعتك اكس واي اند زد
three variables. X, كم مفتاح هنا يا جماعة؟ كم مفتاح عندي هنا؟ ده هو الضرب، بلغة الضرب الأند ده اللي هو الضرب، اللي هو الجمع، صح؟ دي اللي هي المفتاح. X X from X to Y to Z. X, Y, Z. مفهوم كده ولا ايه؟ ها this inputs for the end. What is the output of end? X dot Y dot Z. Or X intersection Y intersection Z. Another term, X dash Y dash Z. X dash X not Y dash Z Z بدون نقطة صح؟ Z كل دي inputs أو الداتا بتاعتك from X dash Y dash Z dash X Y Z What is the output? X dash Y dash Z intersection X dash intersection Y dash intersection Z and X dash Y dash Z dash كل ده هيروح فين؟ على مين؟ تحدى الأوت يعني ده هنا معايا وده هنا What is the output? The output هنا اللي هو بي بي اكس اند واي ديزاين يبقى انا السؤال هنا اجيب لك بوليان اكسبريشن واقول لك صمم دايره منطقيه تمام بعد الدايره المنطقيه اصمم دايره كهربيه عشان الاي سي هات بتاع الكمبيوتر مع كل الاكسبريشن الرياضيات احنا قلنا اتحولت في النهايه الى دوائر منطقيه ثم الى دوائر كهربيه P of X, Y, Z are information. X, Y, and Z variables, these are the data of inputs. We have inputs, we can output data on three Boolean actions. This is called Boolean expression. The حاجة في الرياضيات اسمه دبل بوليان. فروم باينري دي اسمها الباينري دي بتعمل ايه؟ دي اسمها ممبر شيب فانكشن. لو البوينتس بتنتمي لـ A احط كام؟ واحد واحد. If زي A of X equals 1 for all X belongs to A. دي ماتيماتيكس. Equal zero for all x not belongs to a. ازاي الكلام ده؟ ما احنا اتفقنا ان الباب او النبضات الكهربيه اللي هي بالنسبه له لايه؟ صفر او واحد. Zero or one. دي النبضه الكهربيه. طيب ازاي الكلام ده هيتحول؟ عايز استخدم الممبر شيب فانكشن دي رياضه. اتحولت ازاي عشان اعمل بها تشكيل؟ عشان اعمل بها كود عشان اعمل بها للباقي. Let
U is a reflected set equals A, B, C, D, E. And A equals A, B, D. And the set B equals A, D. Says, لغة الكمبيوتر اسمها says, intersection union different. لغة الكمبيوتر data اللي هي الانبوتس صح؟ الداتا بتاعتك الانبوتس دي بلغة الماثيماتكس says convert bit خلي بالك into 0 and 1. انا عايز اعمل لها حاجه انكود. انكود بقى اللي احنا قلنا عليه الكود اللي فات كان ارقام الجداول التيبل الاوكتا والهكسا والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه الديسمال سيستم الباينري سيستم. انكود زي ايه؟ ها وات ذا ميمبر شيب فانكشن اوف اي بي يو 5 اي انترسكشن بي A union B, A difference B, A complement. كل دي رياضة لحد دلوقتي بس عايز أحولها لإيه؟ اصفروا إيه؟ عايز أحولها لإيه يا أولاد؟ الزيروس بقى لغة الكمبيوتر أو الماشين لانجوج أو الاصفروا الوحاي أو تشفير الكود اللي إحنا إتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. بس لمجموعة البيانات. What is the membership function for all U? What is the membership function How many elements in the set U? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. What is the membership function or the statistic function? 1, 1, 1, 1. كم 1؟ أنا يعني كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها واحد. أيوة كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها إيه؟ كل العناصر اللي في الفاي الفاي هتبقى عكسها كام؟ ها؟ 0 0 0 0 5 طيب نوت سيت او ايمت سيت اللي فاضيه 0 ما في 0 في ايه؟ اكبر حاجه يونيفرسال سيت ده ممبر شيب فانكشن اور ذا كاركترستيك فانكشن اور ذا داتا يو يونيفرسال داتا اوف يو ها What is the membership function of A? If the element belongs to A, call 1. أحط إيه؟ واحد. لو هو ما بينتميش، أحط 1 2 3 4. ها؟ الـ A فيها مين؟ small a، small b، small d. ها؟ من 4. small a، small b، small d او zeros. فهمت دي؟ اللي ما فهمش يقول لي. يعني لما بينتمي للخارج الكبير عناصر الاي مين؟ الداتا بتاع الاي اي بي سي اي بي دي اي بي اي بي صح؟ خليك معايا اي بي 1 سي 0 بي 1 دي 1 0 كان في خطا هنا طيب what the membership function of the set B or the data B دي كلها الانبوتس بتاعتك او الداتا بتاعت الداتا معايا وتحولت لصفر وايه؟ وواحد 1 2 3 4 5 طب ال D واحد 0 ال B بصفر 0 ال C بصفر 1 اجيب واحد زيرو صح كده؟ معايا ولا ايه؟ كده مظبوط؟
طيب what is the intersection A intersection B اليمين يبقى ايه الوحيدة اللي هتبقى ايه الواحد اللي هيبقى اصفار from 1 2 3 4 5 A1 0 0 0 A intersection B هتحل الالي الكمبيوتر What is the membership function? Membership increased data is called restrictive function or membership function for all x belongs to A and x not belongs to A. What is the meaning of membership function فهموا الحته دي مهمه يعني بلغه الجروب بلغه السيتس دي بلغه الرياضيات سيتس بلغه الكمبيوتر اللي هي الداتا ده كله صفر وواحد ده الكريزي فهموا التعريف الداله دي مهمه جدا عشان هعمل انبوت مش زي المره اللي فاتت الانبوت للسيتس او الداتا نفسها يعني بيقول افهموا المعنى ده الاول بقول لو العنصر ده انتمى للاي احط كام هكتب واحد في البيت والبايت النبضه الكهربيه هنا وقلنا ان الواحد بايت 8 بت if x belongs to a put 1 if x not belongs to a احط ايه 0 انا في مثال على فكره دي انا قايلها اخر حاجه في المحاضره اللي فاتت انا بدات معاكم بيها عشان ما انساش معايا هنا let u equal to a b c d and a equal to a b d a d بلغة الرياضيات ده 6 رياضة intersection union difference كلام بتاع زمان لكن بلغة الكمبيوتر دي ال elements دي كلها ايه inputs or data Compare the following sets into 0 أو 0 and 1 عايز أحول الكلام ده يعني هعمل encode هعمل إيه؟ encode الانكود هنا بقى مش زي المرة اللي فاتت فهموني الانكود هيبقى بالصورة دي زي A U of X the membership functions U 5 X the membership function A of X the membership function D of X the membership function A intersection B the membership function A union B the membership function A difference D the membership functions A complement or dash شوفوا بقى لو فهمت الاولانيه هتفهموا الباقي قال لكم معايا دي كلها داتا داتا شكلها كده الداتا بتاعتي شكلها كده احولها بقى للبيت والبايت ازاي احولها اعملها جروب بايت او اور انكود by using membership functions or characteristic function how many elements in you كم element in you a b c d كم element هنا
هنكبرها شوية اكتب A B C D E مثلا خليها خمسة عادي خلي الفيديو هون then divide the bit and 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 افهموني يا شباب convert the following data into zeros and one encode and decode encode from 0 if x belongs to a لو الx تعريف الدالة اهو لو الx بتنتبه ليه بكتب ايه ما بتنتبهش اكتب صفر طب هنا اليو اليو دي هي الفئة الكبيرة يبقى كل الاليمنتس بتاعتها the membership or membership function of u equal to 111 دي اكبر حاجة الفاي بقى اللي هي الفاضية يبقى كلها ايه؟ زيروز صح كده؟ دي اكبر حاجة ودي اصغر حاجة اللي بينهم بقى مفهومة دي ولا مش مفهومة يا شباب؟ يبقى الفئة الشاملة كلها ست بلغة الرياضيات بلغة الانتماء وعدم الانتماء دي الرياضيات بلغة الكمبيوتر حولنا للصفر واحد الاون اون اوف او حولناها للانكود طيب What is the input type of the membership functions of A? الA بقى يا شباب ها الA 1 2 3 4 5 الA كام؟ الA تنتمي صح؟ أحط مكان الA كام؟ طب الB؟ طب الC؟ تمام ها؟ طب الD؟ والباقي زي خلاص؟ ثلاثة هذا كده هات الانترسكشن وتحولها برضه لصفر وايه؟ واحد يبقى السؤال هنا يجي ازاي؟ يا اما اقول لك انكود لا اما فايند ذا ممبر شيب فانكشن اور كاركترستيك فانكشن فور ذا فولوينج انبوت داتا او الداتا دي تمام؟ يبقى دي انا بدات بقى الاخر المحاضره المجموعه اللي قبل كده ايه كومبلمنت بي كومبلمنت A intersection B ده لغة رياضيات يا جماعة A أنا عايز بقى من الماثماتكس وصلنا للكهرباء وصلنا للوجيك صح؟ للوجيك A دي الجدول اللي انت خدتها زمان الجدول ده اسمه لوجيك تيبل لو انا عندي الـ A والـ B 1 1 1 0 0 1 0 0 الصفر الوحيد هنا انا عايز اوصل من اللوجيك تيبل للوجيك جيت باستخدام حاجه اسمها بوليان الجبرا راجل اسمه بوليان هنشوف البوليان الجبرا ونعمل دوائر منطقيه نصمم ديزيشن نعمل ديزاين ديزاين ليه للدايره المنطقيه وبعد كده احولها لدايره كهربائيه. لان انا قلت لك ان الكمبيوتر في الاساس ما هو الا كوكتيل من المعادلات الرياضيه. انترسكشن وات ذا انترسكشن بي؟ intersection B, A and B. A and B, 1. 1 and 0, 0. 0. One, 1, A intersection B. A union B, 1, maximum, 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 maximum. يعني أكبر قيمة ما بين الصفر والواحد. From A difference B العناصر اللي في A ومش في B 1 minus 1 1 minus 0 0 minus 1 0 minus 0
A complement. What is the complement of A? 0, 0, 1, 1. B complement. 1, 0, 1, 0, 1. The complement minimum. 1, 1, longest 2, longest 2. Longest 2, not to longest 2. بلغة الساس. بلغة الزيرو الواحد. Intersection equal 0 minimum 1, 0, 1, 1 maximum and 1. ده كل اللوجيك كيبل اللي تحول في النهاية للوجيك جيت أو الأور and and اللي هي A intersection B or A dot B that intersection. ده السمام ان السمام اور في اند اور نوت يبقى ده الانترسكشن ده اليونيون ده الدف نوت الكلام ده خدته في الفيزيك هنعمل ده بقى ديزاين ذا لوجيك جيتس باي يوزنج بوليان الجبرا بوليان الجبرا ده اسم الجبر بتاع برضو رياضيات اهو بس البوليان الجبرا مع اللوجيك جيتس مع اللوجيك تيبل مع الاند اور نوت ده هنستخدم بوليان ايه بوليان الجبرا البوليان ده بيعمل ايه الانترسكشن فيه اللي هو الضرب الاتحاد فيه اللي هو الجمع الكومبلمنت بقى اللي هو النوت او النفي معايا what is the boolean expression مثال عشان نعرف الاكسبريشن في البوليان وازاي اكون او اعمل ديزاين للوجيك جيتس ومن اللوجيك جيتس في النهايه عايز دايره كهربيه جيت What is the expression? For example, B of X, Y, Z. X and Y and Z are data. The data or expression or variables. نسميهم متغيرات. Equal, for example, X dash, Y dash, Z dash, plus X, Y, Z dash, plus X dash Y dash Z. This is called boolean expression. ما تخافوش منه. شوف البوليان ده تحول لدايرة ازاي. ال X وال Y وال Z, X, Y and Z are data. ال P of X, Y and Z اللي هي دي كلها دي الداتا دي الانبوتس انبوتس داتا اللي هنا اوتبوت داتا اللي هي البي ايه السؤال يجي هنا اقول لك ديزاين تقوم عامل ايه عايز اصمم دايره منطقيه الاول ومن الدايره المنطقيه عايز لوجيك تيبل عايز جدول منطقي ومنهم عايز في النهايه دايرة كهربية. The design expression of Boolean expressions into logic gate. الناس اللي مش فاهمة عشان هنفهم اهو. اللي جاي لازم تفهمه كويس. What is the expression? Let P of X, Y, Z XYZ equal X dash Y dash Z dash plus X Y Z dash plus X dash Y dash Z. What is the boolean for? Listen. How many intersection X
سلاش واي داز الدال دي البوينت ضرب الضرب ده هو التقاطع يبقى ده الانترسكشن انترسكشن ها كم انترسكشن ها ان ان ثلاث مفاتيح اهو ثلاث صح ده انترسكشن 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 الداتا بقى الانبوتس بتاعته الاولانيه X هنا نقط يبقى X داش Y داش Z داش الثانية بقى X Y X Y Z داش X داش Y داش Z X dash, Y dash, Z. فهمنا عملت ايه؟ فهمنا عملت ايه؟ الإكس داش ايه صح؟ يعني X وعليها نقط. داش تروح للمفتاح ان. والواي عليها نقط يبقى داش تروح لمين؟ دي الانبوتس دي كلها انبوتس دي كلها بروسيسنج ما يبداش يعني النفي مش احنا قلنا اند اور نوت دول ثلاث مفاتيح في مفاتيح كتير في صمامات منطقيه كتير جدا ده انا بقول على الصمام في صمامات منطقيه كتير بس اقلهم اللي احنا بنقوله ده عشان نحول الماثيماتكس لجداول منطقيه ومن الجداول المنطقي الدوائر الكهرباء. From x, y, z. زد على داش صح؟ What is the output خليكم معايا كده خطوه خطوه. ده دي الداتا يعتبر دي الداتا دي الانفورميشن في النهاية What is the output of N first one X dash Y dash Z dash صح؟ ها الثانية X Y Z dash الثالثة X dash Y dash Z يبقى دي المدخل ودي المعالجة وده المخرج بتاعه الأول هيدخلوا على مفتاح O ليه؟ O ده اللي هو الجمع البلاس اللي هو الاتحاد بلغة الرياضيات يونيون بلغة البوليان الجبرا بلاس X dash Y dash Z dash بلاس X Y Z بلس x داش y داش z what is the result what is the information x داش y داش z the result equal p of x y z يبقى ده الناتج بتاعي اللي هو مطلوب اللي هو x داش y داش z داش بلس x y z داش بلس x داش y داش زين يبقى دي كلها الانبوتس صح؟ واللي اخر ده كده اللي هو الاوتبوت او الانفورميشن دي الداتا الداتا بتاعتك هنا و الانفورميشن